عندنا مدة سنة وحنا غايبين على المنافسات، ما كل الرياضيين غايبين على المنافسات بكل صراحة. اشتقنا للمنافسات الوطنية والدولية، قريبا كل الوفد مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، والدول المشاركة في هذا الملتقى 63 دولة، احنا احتلينا المرتبة الخامسة. بعد وباء كورونا هو عالميا ريحنا مدة 7 أشهر ل 8 أشهر، بعد شهر ونص تحضيرات الحمد لله جلالة صفية متحصلة على ميدالية ذهبية وميدالية برونزية، وحطمت الرقم الشخصي تاعي في رمي الجلة درت 10.88. هذه المنافسة تحصلت على ميدالية برونزية وركور دافريك حطمته فوالا. وابخي ما نحبسنا مدة طويلة الحمد لله يا ربي، راني فرحانة بالنتيجة اللي درتها.